السلام عليكم. أنا حابة أحكي لكم حكايتي. خلونا نرجع مع بعض 22 سنة لورا. خلونا نرجع اليوم 16/6/96، كنا في أوضة العمليات، وهنا هكلم كل أب وأم. عاوزكم تفتكروا فرحتكم في اليوم ده كانت عاملة إزاي. اليوم ده عدى على أهلي بفرحة أكبر من كده كمان، علشان أنا كنت بنتي الأولى بعد ولدين. بابا قابل الدكتور وهو مبسوط، بس طبعا الدكتور رماله جملة غيرت حياته للأبد. الدكتور أول ما شافه وقال له بنتك تعبانة وعندها مشاكل كتير، وشكلك أنت ومامتها صغيرين وتقدروا تخلف بيبي تاني كويس. طلب منهم يعملوا تحليل، قال لهم علشان نتأكد من الأعراض، وفعلا عملنا التحليل الكروموزومات وطلع عندي داون سيندروم. انت لما يجي لك خبر وحش مش هيجي لك معاه في ساعتها، اللي المفروض تتعامل بيها مع الموقف مش تبقى عارف المفروض تعمل ايه. اهلي حاولوا يخرجوا من الصدمه بسرعه وفكروا ممكن يعملوا ايه. ماما كانت بتشتغل اخصائيه تخاطب قبل ولادتي باربع سنين، ولما وصلت لسن 40 يوم ماما دخلتني مركز تدخل مبكر، وكنت أصغر طفلة في المركز. المركز بيعمل إيه؟ بيعمل تنمية مهارات معرفية وحركية، وبحكم شغل ماما ابتدت تعلمني مخارج الحروف، وكانت تاخدني معاها في كل مكان حتى في المطبخ، لأنها كانت عايزة توصلني القدرات لأي طفل في سني، عشان لما أوصل لسن دخول الحضانة ما يقولوش رايح حضانة متخصصة. ولما وصلت سن دخول الحضانة برضو كتير منهم برضو بيقولوا يعني ما كانش موافقين، وبعد كذا محاولة ما لقيت حضانة كويسة قبلتني وفضلت فيها لحد ما بقى عندي 3 سنين ونص اللي هو سن دخول المدرسة. ساعتها ناس أقنعوا ماما إن المراكز المتخصصة دي هتجيب نتائج أحسن، فدخلتني مدرسة متخصصة. مع إن فكرة المدرسة المتخصصة مهمة، بس إنهم عندهم مشكلة لأنهم يتعاملوا مع كل الحالات بنفس الطريقة، مش بيراعوا إن كل طفل مختلف عن التاني. هو حقيقي إن اللي بيبقى عندهم داون سيندروم بيبقى عندهم ضعف في العضلات اللي بتتأخر على الحركة والنطق، فبتأخروا في الكلام. بس أنا كنت ساعتها كنت بعرف أتكلم. المدرسة بدل كده بتطلعني لقدام رجعتني لورا. يعني بعد شهر ابتديت أشاور بدل ما أتكلم، وبطلت أكل نفسي، وبقيت مستنيه ماما تعمل لي كل حاجه. لو ماما سالتني انت ليه مش بتتكلمي وتطلبي اللي انت عايزاه، وليه مش بتاكلي لوحدك ومستنيه انا اكلك. فلو ماما لقيت مفيش فايده في المدرسه دي، ماما نسيت اقول لكم، لان ماما كانت بتشتغل في مدرسه خاصه. لما لقيت ان مفيش فايده في المدرسه اللي كنت فيها، ماما اسست قسم خاص لبطيء التعلم، وده كان هدفه الدمج. قعدت في المدرسة دي لحد سنة رابعة. ماما فكرت تنقلني مدرسة تانية عادية زي أي حد من غير أي إشراف خاص بيا، وكالعادة قابلنا مدارس كتير كانت بترفض، وأول ما بيشوفوني بيقولوا لي ما عندناش حد بيتعامل مع الأطفال دول. لحد ما قابلنا مديرة في أحد المدارس لما رفضت، ماما سألتها رحمة أنت عشان بقيتي مذيعة فبقيتي رغاية قوي، وإحنا معانا 5 دقايق تاني، فاعملي لا ما تقلقش. طيب ماشي. فماما سالتها انتوا بتعملوا ايه لما يجي لكم الطلاب؟ فقالت لها بنمتحنهم. فقالت لها طيب وايه المشكله؟ طب امتحنيها. امتحنت وفعلا نجحت، بس النجاح ده ما كانش كفايه، لان طلبت مني ان انا احضر في الصيف علشان تشوف انا بعمل ايه خلال اليوم. ولما الصيف ما خلص وقفت على قبولي في المدرسه، بس ده برده ما كانش كفايه، لان كان في شرط للماما تكتب تعهد ان المدرسه تقدر تخرجني بدون ابداء اي اسباب لو الاداره لو شافت ان وجودي في المدرسه غير مرغوب فيه، وانا كنت الحاله الوحيده في مدرستي الجديده. وفي مره كنا مسافرين من صيف، وكنت بجري من ماما وبابا وانزل البحر لوحدي. ماما خافت عليا في الوقت ده وقالت لازم تعلمني السباحه.
وفعلا دورنا على مدرب عشان يدربني، ما حدش كان راضي لحد ما قابلنا كابتن كويس ابتدى معايا، وبعد اول تمرين قال لي ماما بنتك هتبقى بطلة. نفس المدرب ده بقى مدير فني في النادي اللي انا مشتركة فيه، ودخلني اول بطولة وجبت ميداليه ذهبية، وكنت بجنب السباحة يعني بجنب الدراسة بتدرب سباحة، والتدريب بقى حاجة أساسية في نظام حياتي، يعني أصحى الفجر أتدرب وبعد كده أروح المدرسة وأخد دروس عشان أحضر الدروس الجديدة وأخد فكرة عنها قبل ما أشوفها في الفصل، وبعد كده برجع أتدرب تاني بالليل، برجع أتدرب بالليل. آه والله، و كنت برجع اتدرب تاني بالليل. ف وانا في الاعدادي اشتركت في البطوله دوليه كانت في سوريا، كانت في 2010، واخدت 4 ميداليات، 2 ذهب وواحده فضه وواحده برونزيه. كنت مبسوطه قوي من نفسي لما مثلت مصر ورفعت علم بلدي. والحكايه دي كانت عجباني جدا. رجعت من البطوله، المدرسه احتفلوا بيا وكنت مبسوطه قوي، ودي زود من تصميمي اني اكمل في الدراسه وفي الرياضه. بعد ما خلصنا الاعداديه كانت النتيجه لسه ما ظهرتش، ماما حست بالمجهود الكبير اللي انا بعمله، فحاولت تقنعني ان انا اركز في التدريبات والوقوف في الدراسه. انا كان ليا راي تاني، بعد ما تيجي ما ظهرت ونجحت رحت لمديره المدرسه وقلت لها تساعدني ان انا اقنع ماما ان انا اقدر اوفق ما بين الدراسه والرياضه، وفعلا ساعدتني والحمد لله كملت. في الوقت ده حسيت ان انا اقدر اعمل حاجات اساعد بيها المجتمع، انه يغير نظرته، انه يغير نظرته. وكمان لما نظهر واحنا قادرين بالرغم من الاختلاف في الاسره والمجتمع هيغير نظرتهم لينا ويثقوا فينا، واللي هيكون مصدر نجاح. ولأول مرة قررت وعملت كده لوحدي وعرفت اقنع ماما ان انا اقدر وان انا ليا رأي وان اي قرار هناخده سوا ونتكلم ونوصل لحاجة وسط تعجبني وتقنعني. قابلنا المديرة واتكلمنا، كنا نتناقش معاها اذا كنت اقدر اكمل في الثانوي العام ولا لا، بس انا كنت عارفة ان الموضوع هيبقى صعب قوي، بس انا كنت عاوزة اكمل. بعد ما كلمنا كتير مسكنا الحبل من النص، انا امشي في التعليم وفي الرياضه. قررت ادرس دبلوم سياحه وفنادق بدل الثانويه العامه، وانا في سنه اولى معهد شاركت في البطوله الاقليميه الثامنه المقامه في مصر في ديسمبر في 2014، وكنت في المنتخب التنس الارضي، وقلت كلمة الافتتاح قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبرت عن فرحتي له وقلت له أنا بحبك يا ريس وعاوز أتصور معاك، وفعلا واستجاب لي. واستجاب لي دعوتي، والله مش مصدقة ولا في سنه تانية سافرت لبنان في 2012 كمتحدث رسمي في الاولمبيات الخاص على منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وشمال افريقيا كمتحدث رسمي عن ذوي القدرات الخاصه، وقلت كلمه ان اي بني ادم له قدرات مهما كانت بسيطه لازم تتقدر وكمان تحترم. ودي كانت أول مرة أحضر مؤتمر خارج مصر، وابتديت أزور مدارس
واعمل توعية بأهمية الدمج. وسافرت كوريا كان في 2013 في يناير، كان مؤتمر عالمي. حبيت ألعب رياضة جديدة، وشعار المؤتمر ده كان معنا نستطيع. حبيت ألعب رياضة جديدة، فكرت في التنس وقلت لماما إن أنا عايزة أبتدي أتدرب. قالت لي دي رياضة صعبة جدا، قلت لها أتدرب ونشوف. وفعلا ابتديت اتدربت واجتهدت وأخدت البطولة في مصر وجبت ذهب، وده اللي رشحني في سلطنة عمان في 2013، وأخدت ميدالية برونزية، أخدت الدبلوم، وده أهلني يا إما أخش جامعة أو معهد. بس أنا كان نفسي أخش جامعة، بس ماما خافت من فكرة المواصلات وبعد المسافة والإرهاق، فقررت أخش معهد لأنه قريب من البيت. ونفس أقول معهد شاركت في ال أنا دلوقتي اتخرجت من سياحة وفنادق قسم دراسات سياحية. أنا دلوقتي بشتغل في أنا دلوقتي بشتغل متحدث رسمي باسم الجمعية المصرية الاتحادية للعقارات الفكرية رعاية. بعمل توعية لإقطار أعمال عشان أقنع أصحاب الأعمال لأنهم يشغلوا النسبة 5% القانونية من ذوي الإعاقة في مصاريعهم وكمان شركاتهم. أنا عندي أحلام وطموحات كتيرة. نفسي أساعد وأدافع كل أصحابي وحققت لي حلمي إني أكون مذيعة في قنوات دي أم سي في 8 الصبح. عايز أشوف الإعلام أعمال سينمائية تقدمنا بصورة كويسة وواقعية علشان أغير نظرة المجتمع. هي دي رسالتي، إحنا جزء من المجتمع، نقدر نساعد، نقدر ننجح، نقدر نشارك. أنا أعرف بنت عندها 16 سنة، أهلهم كانوا بيعملوا كل حاجة، ما كانوش مستنيين منها أي حاجة، وكانوا شايفين إن كتر خيرها إنها عايشة أصلاً. بس أنا واقفة أتكلم معاكم النهاردة لأن أهلي مستنيين مني نفس اللي مستنيينه من إخواتي. وعايزة أقول حاجة، قدرتنا بتروح لما نحس إن محدش مؤمن بقدراتنا وإن هي تكون مصدر نجاح. زي ناس منكم ممكن كانوا شايفين إن كتر خير إن أنا أتكلم معاكم النهاردة وإن أنا مش عامل ستوري كويس. شكرا. شكرا رحمة خالد. اللي بعد رحمة، بس أنا في حد نسيته عايز أحييه بعد إذنكم عشان زعلت قوي إحنا ما قلناش اسمها. بعد إذنكم نسقف كلنا لداليا عاطف. داليا عاطف أستاذ حسن مصطفى رئيس الملتقى هيكرم كل اللي هيطلعوا. البداية هتبقى مع رحمة وكل السبيكرز هيتكرموا. سقفوا لرحمة خالد. ووالدة رحمة مدام أمل، مش كده؟ والدة رحمة بجد أقول إيه؟ ماشي بجد. شكرا.